أول هاي التجربة اللي هي التجربة السابعة، تصميم الديجيتال فلتر. النوع الثاني اللي هو الفاينايت امباس ريسبونس، اللي هو اختصاره الـ FIR فلتر. طبعا احنا المحاضرة السابقة بالنظري أخذنا هذا الموضوع وشفنا طريقة التصميم مالته. هنا يجي يعني شرح مبسط عن هذا الفلتر، اللي هو يقول هذا النوع من الفلاتر هو ديجيتال فلتر with finite emboss response، يعني عدد العناصر محددة و non recursive، يعني ما بي فيدباك. هذا النوع من الفلاتر، والبي إيجابي يعني إيجابيات اثنين. الإيجابية الأولى خلينا نشوفها، إنه ماكو فيدباك لوب بالستركتشر مال الـ FIR فلتر، لذلك يقول الفلتر راح يكون ستيبل. الإيجابية الأولى إنه هذا الفلتر يكون ستيبل، مو مثل الـ IIR فلتر اللي هو قد يكون انستيبل. الإيجابية الثانية هسه أول شيء عرفناه ستيبل. ليش ستيبل؟ لأن ما بي فيدباك. الإيجابية الثانية، وطبعا هاي مال ستيبل يعني شفناها بالنظري وشلون ثبتنا إنه يكون ستيبل. الإيجابية الثانية واللي هم ركزنا عليها بالمحاضرة النظري، إنه هو linear phase. هذا جدا مهم، اللي هي main advantage of FIR filter over IIR filter. هنا طبعا ال FIR فلتر طلاب، التصميم مالته شرحناه بالتفصيل بالنظري وشفناه يعتمد على انه ناخذ بالتصميم IIR فلتر ونسوي خلينا نقول قطع للسيجنال مالته طبعا بالتايم عن طريق الويندو. وقلنا واحدة من الطرق المشهورة لتصميم ال FIR فلتر هي طريقة الويندو. طبعا شرح مفصل أخذناه بالنظري. اليوم راح ناخذ إنه الإعازات الجاهزة اللي تصمم لنا هذا الفلتر. طبعا الإعاز اللي يصمم لي ال FIR فلتر هو هذا الإعاز FIR 1. بس الطالب يقول أستاذ يعني الرقم 1 شنو، إيش يعني ورقم 2؟ طلاب ال FIR فلتر بعدة طرق للتصميم، واحدة من هاي الطرق اللي أخذناها هي الويندو. لذلك بالماتلاب من تقول 1 راح تستخدم طريقة الويندو، 2 طرق أخرى واللي إحنا ما راح نتناولها. لذلك إحنا يهمنا هاي تجاربنا فقط هذا الإعاز بالنسبة لل FIR فلتر. خلينا نجي لهذا الإعاز شلون راح نستخدمه. طبعا هذا الإعاز بعدة مدخلات، لكن هسه هنا 4 مدخلات بي، عدد السامبلات اللي هو قلنا دائما فردي، الأوميجا سي اللي هو الكت أوف فريكونسي، الفلتر تايب يا نوع من عندهم اللو باس الهاي باس الباند باس الباند ستوب، الويندو نوع الويندو. احنا اخذنا 5 انواع، طبعا هنا اكو اكثر بعد بس احنا بتجاربنا راح ناخذ فقط اللي اخذناهم بالنظري اللي هن هذني الخمسة. بالماتلاب اذا استخدمت اذا اعطيته مدخلين فقط عدد العناصر والكت اوف فريكونسي، الماتلاب ايش راح يعتبر؟ يعتبر الفلتر لو باس اذا ما اعطيته عدد عناصر، العفو اذا ما اعطيته نوع الفلتر راح يعتبر لي يا لو باس فلتر، يا ويندو يستخدم الديفولت هامينج ويندو. هذني ديفولت للماتلاب. واضحات هاي الطلاب لكم؟ واضحة دكتور. اوكي هسه نشوف بعد شو عندنا. الديفولت لو باس فلتر وهامينج ويندو. طبعا هنا ملاحظة طلاب انتبهوا لها، انه الاوميجا سي راح نعطيه بين 0 و1، لذلك راح نقسم على الباي. دائما طلاب هاي ملاحظة يعني مهمة جدا، انه التردد الاوميجا سي دائما اقسمه على باي،
ليش؟ لأن هو بالماتلاب اللي يعتبرها نورمالايز بين الصفر والواحد، لذلك الأوميجا سي إيش قد عندي أقسمها على الباي، لأن بالإعاز هو يقبل ما بين الصفر والواحد. وهسه راح نشوف إذا ما قسمنا أو إذا أعطيناه رقم أكبر من الواحد راح يعترض. طبعا هو يعرف انه من الصفر للواحد احنا مقسمين على الباي، ليش؟ لاننا نقول الواحد تمثل الباي، وهكون نعرفها. الملاحظة الثانية، هسه اول ملاحظة تشروها انه الاوميجا سي بين الصفر والواحد. الملاحظة الثانية واللي مر علينا سابقا، انه اذا الاوميجا سي صار في عنصرين مثل هذا، فالماتلاب كديفولت يعتبره باند باس فلتر، كديفولت يعتبره باند باس فلتر. هاي خلينا نقول هاي النقاط اللي بهذا الجزء واضحة لكم طلاب؟ واضحة دكتور. اوكي، هاي فيما لو انه ما اعطيته النوع. اذا حددت له النوع لا راح يتقيد باللي انا منطي. طبعا هنا مذكورات بس اثنين، ليش؟ لان هذني مثلا اذا عندي تردد واحد هنا فهو اكيد لو اما لو باس فلتر او هاي باس فلتر، الماتلاب ديفولت يعتبره لو، اذا هاي فلازم اكتب له هاي باس فلتر. طبعا حتى نتلافى هاي الاشكاليه انتم دائما اكتبوا النوع دائما اللي هو نفس الكلمات اللي اخذناها سابقا، هاي ستوب اللو والباند باس. أنا أذكر مرة عليكم يعني كاتبها سابقا الأربع أنواع. فبشكل عام إحنا دائما نكتب هنا نوع الفلتر سواء لو باس فلتر أو باند باس، حتى لا يصير إرباك عندكم، دائما نكتب هنا نوع الفلتر. طبعا هنا نفس الحالة، هم إذا ما كاتبين الويندو فالماتلاب يعتبره هامينج ويندو. هذا الإعاز الكامل هذا راح ينتظر من عندي احدد نوع الويندو. طبعا الويندو هسه راح نشوفهم، الريكتانجولر والبارتلت والهانينج والهامينج والبلاكمان. طبعا اكو هواي انواع بعد، بس احنا اللي اخذناها بالمحاضرات مو هذول. الريكتانجولر هذا اخذناه، كلهم هذول ماخذينهم بالمحاضرات. طبعا احنا دائما نفضل، يعني انا افضل هذا الاعاز يعني كتبه كامل، انه نكتب عدد العناصر والكت اوف فريكونسي لازم بين الصفر والواحد ونوع الفلتر ونوع الويندو. خلينا نشوف شلون نطبق هذا الاعاز. نعم مهور. شلون؟ ماكو ثلاثة بواي مصطفى، احنا بالديجيتال خلوا بالك مترددات الديجيتال ما تعبر الباي، دائما الديجيتال فريكونسي ما نعبر الباي. يعني هسه خل اروح للمحاضرة اذا موجودة، شوفوا هنا التردد، شوفون للباي طلاب، يعني هاي ولو احنا ما ركزنا عليها الصراحة بالمحاضرات قبل، بس دائما التردد بالديجيتال ما يعبر الباي، هذا اقصى تردد لازم يوصله، مو للتو باي، للباي. فأي تردد راح يكون هو ما بين هاي القيم، لذلك هسه هو مو من الصفر للباي، من اقسم على الباي راح يصير من الصفر الى الواحد. هاي هو بالماتلاب يعني هم بالإعازات مسويها انه المدخل مالت الإعاز يكون من الصفر للواحد. هسه خلينا نجي لهذا المثال. المثال يقول اكتب برنامج لتصميم FIR فلتر حتى يحقق المواصفات التالية. طبعا هنا ما موضح هو لو باس فلتر هاي باس فلتر، الديفولت نعتبره لو باس فلتر. حتى تعرفوها هذا النوع من الفلاتر او الاعازات، طبعا ما نقول الفلاتر، هيك نوع من الاعازات ما ينطيني سبيسيفيكيشن، يعني مو مثل قبل، لا تتوقعون مثل قبل انطيك كي 1 وكي 2
واوميجا 1 واوميجا 2. لا، هنا بدلاله الان، يعني هو لان هو الإعاز التصميم مالته صاير بطريقه انه نطيع عدد الاوردر السامبلات والتردد وهكذا، يعني ما نعطي كي 1 كي 2 مثل المحاضرات السابقه حتى تميزون بيناتهم. فهنا يقول لي صمم اف اي ار فلتر حتى يحقق المواصفات اللي هي شنو، الويندو لينث 27، الكت اوف فريكونسي 100، والسامبلنج فريكونسي 1000، ونستخدم الهامينج ويندو، ويقول لي طبق هذا الفلتر على اوديو سيجنال. هسه اول خطوه لازم احصل او اصمم هذا الفلتر. حتى اصمم هذا الفلتر اول شيء الان 27، اوكي. الكت اوف فريكونسي وهنا انتبهوا هرتز، يعني لازم احوله للاوميجا وبعدين للديجيتال. فهذا الكت اوف فريكونسي هذا حولته للتو باي، ضربته بالتو باي حتى يصير راديان بير سكند. هنا انتبهوا للطلاب، الاوميجا سي دي ايش راح يصير؟ اولا اقسم على السامبلنج فريكونسي حتى احصل على ديجيتال فريكونسي، هاي الشغله الاولى، اقسم على السامبلنج فريكونسي حتى احوله من الراديان بير سكند الى الراديان. والشغله الثانيه قسمت على الباي، بس هذا على الاف اس، هذا اوكي لان حتى احول للديجيتال فريكونسي. قسمت على الباي حتى بالماتلاب الإعاز هذا الاوميجا سي دي راح يصير بين الصفر وبين الواحد. هاي الخطوه واضحه لكم طلاب؟ اي يعني انا صراحه اردت اختصر، اذا هاي اشوف اذا صار تغيير بالمحاضره احاول هاي اجزئها، انه اقول هذا راديان راديان بير سكند الى راديان وبعدين صفر، يعني حسب الكود، بالكود اكتب لكم اياها كتعليق افضل. بس خلينا نكمل الشرح. اذا هسه الاوميجا سي دي بين الصفر والواحد، هاي بعدين افصلها لكم. الويندو هنا هو قال لي بالسؤال هامينج ويندو، اذا نستخدم هذا الهامينج. طبعا يعاز الويندو طلاب سهل جدا، بس اقول له نوع الويندو، طبعا اتقيد بالسبير هذا اللي مطيني اياه اذني، وبين قوسين عدد السامبلات. هاي هنا راح يولد لي ان بوينتس متريك هامينج ويندو، اللي هو جيل مثلا هنا 27 راح يولد لي 27 نقطة. خلينا نقول هسه اقدر استخدم الإعاز اللي هو اف اي ار واحد، قلنا هاي ثابتة، ان ناقص واحد. طبعا ليش؟ لان هو الـ الـ الكود او خلينا نقول الماتلاب راح يولد لي عدد عناصر، او مو عدد عناصر، وانما يقول من الصفر الى، يبدا من الصفر هنا، فمو اقله من الصفر لل 27، من الصفر الى 26، لذلك دائما هذا ناقصه واحد. ليش؟ لان راح يعتبر العناصر من الصفر الى 26، لذلك هذا دائما ناقصه واحد. يعني هذا مو عدد عناصر راح يعتبر هنا بالماتلاب، وانما السيكونس من الصفر الى 26. الاوميجا سي دي هذا التردد، طبعا هنا انا ناسي اكتب التايب، لان هو الديفولت يعتبره لو باس فلتر. ديفولت اذا ما تكتب نوع الفلتر يعتبره لو باس فلتر، بس انا راح اكتبه حتى يصير سياق موحد. وهنا نوع الويندو، اذا الماتلاب كانه هذا التنفيذ مالته، انطيته الاوميجا سي دي اللي هي هاي، وانطيته نوع الفلتر اللي هو لو باس فلتر، وانطيته الويندو اللي هو هذا، خلينا نقول مواصفات انطيته له. فايش راح يصمم لي؟ يصمم لي اف اي ار فلتر اللي هو الريسبونس، خلينا نقول مقاربه لهذا الشكل. فهذا هو خلينا نقول الإعاز مالتنا. هنا تنتبهون طلاب ملاحظة هم مهمة، هنا يعني أو قبل سابقا كنا من أنطي إعاز الفلتر سواء تشيبيشيف أو بتر وورد، كنا دائما بسط ومقام، دائما بالفلتر السابق اللي كنا ناخذه سواء أنالوج أو ديجيتال، كنا دائما الإعاز
ننتظر من عنده بي يو اي. هنا فقط بي، ليش؟ لان قلنا هذا الفلتر ما يحتوي على مقام، هذا الفلتر ما بي فيدباك، لذلك ما بي بسط مقام، بي فقط بسط. لذلك هنا هذا مو خطأ او واحد، يعني احنا ناسينا انه نكتب بي فارز اي، لا، وانما الاي دائما واحد. لذلك حتى من يريد من عند الفريكونسي، من اسوي له الفريكونسي ريسبونس، شوفوا ايش مكتوب، فريكونسي زد بي فارز واحد، لان هو هذا الاعاز عام ينتظر من عندي بسط ومقام، فالبسط بي والمقام شو اعتبرته؟ واحد. واضحة هاي الملاحظة لكم طلاب؟ مو هسه انا راح اشيكها الصراحة، يعني ما متأكد انه بالماتلاب اكو بي اي، مو هو يعني شلون احنا الفكشنات اللي نسويها، اذا اقول له بي فارز اي احتمال ينطيني ايرور، هاي هسه نجربها ونشوف، بس هو لازم الاي واحد. فلذلك يعني بعدين من احتاج الاي مثلا هذا الاعاز الفريكونسي زد يطلب من عندي بي واي دائما بسط ومقام، فالبسط بي المقام اقول له واحد. هذا الاعاز طبعا اعاز عام يولد لي خلينا نقول فريكونسي ريسبونس حسب اللي انا انطي له. ورا ما صار عندي فريكونسي ريسبونس اجي ارسم بدلاله الماجنتيود وبدلالة الزاوية. هنا طبعا نقسم على الباي دائما، لان هو نورماليز دائما في الماتلاب ياخذ ما بين الصفر والواحد. طبعا احنا بنقول بين الصفر والواحد مو قيم، وانما جاي نقسم على الباي، يعني هو يعرف الواحد يقصد به الباي، اللي هو هذا الرسم مالته، وهذا الفيز اللي هو يكون لينير. طبعا الطلاب نقصد باللينيار انه تشوفون هذا خط بهالشكل، مو يعني تربيع وغيره، فهذا يعتبر لينيار. ورا ما كملنا تصميم الفلتر يقول لي طبقه على اوديو سيجنال، طبق الفلتر على اوديو سيجنال. نرجع للسيجنال هاي السابقه اللي كنا دائما نقراها، نقول له اوديو ريد، نقرا هاي الاشاره. هنا عندنا اعاز جديد، طبعا يعني اقول جديد بالدي اس بي، ما ادري مر عليكم بالاتصالات او ما مر، طلاب مر عليكم هذا الاعاز اللي هو ادد، اوكي، اللي هو يضيف جاوسيان نويز، انطي الاشاره والاس ان ار اللي هي الاشاره ما بعد النويز، لذلك هذا الرقم كل ما يعلى يصير قيمته عاليه، الاشاره تتعرض لها النويز اقل، كل ما قل الإشارة راح تصير أكثر تشوه. هو صراحة نشوفه، طبعا أكو أنواع من الجاوسين، خل هذا نعتبره المجرد نوع من أنواع أقول له ساوند، راح أسمع الصوت ما بعد النويز، ورا أطبق هاي الإشارة على الفلتر، يا فلتر هذا اللي حصلناه اللي هو البي. طبعا هنا إعاز الفلتر شطلب من عندي بي و اي البسط والمقام والاشاره المدخله. هسه هاي هي الاشاره المدخله، البي هو البسط والمقام نقول واحد، وراها نقول له ساوند ونشوف الاوتبوت ايش راح يكون. هسه خلينا نطبق ونشوف شنو اللي راح يصير. هنا اول شيء عندنا، بس خلينا نشوف، ها هنا ينكتب النوع، نقول له لو، لين حتى يصير السياق عندنا ثابت. هذا هو الفلتر، طبعا هنا قسمنا على الباي حتى نورماليز من الصفر الى الواحد، وهذا هو الانجل. هنا قلنا هاي من الصفر طلاب الى الواحد، وطبعا طلاب ذيك المره يمكن مصطفى سال انه استاذ احنا نقسم على الباي، صح احنا نقسم على الباي،
بس هذا اللاعب من نقول في باي نقصد انه هو هذا الرينج، هذا الرينج المفروض ينضرب في الباي، هذا الرينج ينضرب في الباي فيصير من الصفر الى الباي. صح، احنا مقسمين على الباي بالبرنامج خلينا نقول، لكن احنا هنا كرسم حتى نبين انه هذا المفروض ينضرب في الباي، فيكون خلينا نقول نورماليز. هاي الملاحظة كنت تنتبهوا لها. هنا عندنا هذا هو اللي خلينا نقول التنفيذ. خل نجرب قبل شوية مصطفى قاس، هذا قلنا له بي فارز اي، راح نجرب نقول له بي فارز اي نشوف شنو الناتج راح يعطينا. دكتور غير تغيرها، تغير بدل الواحد حتى بالرسم، يعني بدل الواحد نخلي اي. لا 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 مرتضى، سؤال مصطفى كان انه يقول قبل شوي من قلت هاي فقط بي، فقال اذا خلينا بي فارز اي، فمن قلنا بي فارز اي اوكي اعتبرها واحد يعني عادي. فهذا هو كان السؤال، انه اذا خلينا بالإعاز بي فارز اي، واضحه هسه هاي لكم طلاب؟ طبعا احنا نقول واضح. بي هاي شغله. هنا شوف طلاب هسه الاوميجا سي دي قبل ما اشاره بوينت 2، لو مثلا قلت له 1.2 لنفرض هنا قلت له 1.2 شنو اللي راح يصير؟ اعتراض. ليش اعتراض؟ يقول الفريكونسي طلاب شوف لازم بين الصفر والواحد. واضحة لكم طلاب؟ واضحة دكتور. اي فهو يعني بالماتلاب ديفولت يريد القيم بين الصفر والواحد. لذلك هنا ساهم تصير واضحة لكم. هنا خل اي مو اي تأويدك هاي هي يعني اكو شغلات بالماتلاب يعني هي مو فد شيء علمي، بس هو بعد الماتلاب قال لك انا اريدها بين الصفر والواحد. هنا ايش عندنا؟ خلينا نقسم على الاف سامبلنج بالبدايه حتى نقول راديان بير سكند تو راديان. هسه اذا هاي الخطوه الأولى حولنا التردد من الراديان بير سكند إلى الراديان، يعني من أنالوج إلى الديجيتال. الخطوة اللي وراها طبعا ما يحتاج قوس، بس خليه قوس، هذا حتى التردد يصير ما بين الصفر والواحد. هذا بس خلينا نرجع ننزل الاحتياط. هذا هو الفلتر. هنا خل نجي لهذا الملف الصوتي. انا طبعا ما راح اسوي دي نويزنج، راح اول شيء بس خلينا نشوف هذا الإعاز نفتهمه، انه هذا الرقم اذا زيدته قللته. طبعا قلت لكم هذا كانه السيجنال تو نويز ريشيو للسيجنال ما بعد النويز، اضافه النويز. طبعا الرقم هذا تعرفون الاس ان ار كل ما اعلى افضل وكل ما اقل اسوأ. فهسه لنفرض 15 شنو اللي راح يصير؟ شلون مصطفى؟ لا ديبي طلاب كله بدلاله الديبي. بس خلينا نرجع نشغل ونشوف. هسه هذا مثلا 15 او خلوه 25، خلوه 45. طبعا 45 معناه انه راح يضيف نويز، بحيث السيجنال ما بعد النويز الاس ان ار مالته 45 اللي هو قيمه عاليه، لذلك راح تشوفون الاشاره تقريبا ما بيها نويز.
بينما إذا قلت له 5، شوف النويز العالي راح يصير، لأن 5 يعني هيك رقم يعتبر قليل. احنا طبعا كرقم معقول نخليه، يعني احنا لان الفلاتر اللي جاي نستخدمها طلاب، خلوا بالكم احنا جاي نستخدم فلاتر يعني خلينا نقول فكرتها بدائية، يعني هي بعد اكو تحسينات تصير على هذا الفلاتر، فناخذ رقم يعني نوعا ما وسط حتى الدينويزنج يصير عندنا واضحة، فناخذ رقم 15 اللي هو النويز نوعا ما معقول. هسه هذا إشارة أو هاي إشارة بها نويز، راح نطبق عليها هذا الفلتر اللي هو لو باس فلتر، ونشوف الأوتبوت إيش راح يكون. لذلك راح يشتغل الصوت بالبداية اللي بيه نويز، وبعده يشتغل الصوت ما بعد النويز، ما بعد الفلتر. هلا تلاحظون نوعا ما قل النويز، بس الإشارة يعني مو حيل واضحة تصير، لأن هاي دائما تصير من الفلتر الإشارة ما ترجع مثل ما كانت، لأن لغيت أنت جزء من الترددات. طبعا هذا هم يعتمد على الكت أوف فريكونسي، يعني هسه أنا لو قلنا بوينت 2 مثلا، لأن هذا الميتين بالأخير راح يصير بوينت 2، يصير بوينت 4 هذا هسه إذا ضعفه. طبعا تلاحظون ضاف نويز اكثر، ليش؟ لان الفلتر صارت قيمته اعلى فترددات اعلى مرة. اذا بالعكس نقلل الفلتر الكتوب، واضح هسه طلاب هذا الفرق؟ اي طبعا هو هذا الكت اوف فريكونسي هو اللي يحدد. طبعا هنا ملاحظه هم مهمه طلاب، احنا صح السامبلنج فريكونسي الف، بس خلوا ببالكم دائما الفريكونسي الكت اوف ما يتجاوز السامبلنج فريكونسي على 2. يعني شنو؟ يعني هسه انا اذا قلت له 600، اذا طالب يقول لي هذا اقل من الالف، صح اقل من الالف، بس احنا كبرمجه هنا ما يصير نتجاوز الاف سامبلنج على 2، سواء اي نوع لو باس هاي باس اي نوع من الفلاتر ما يتجاوز السامبلنج فريكونسي على 2. يعني هسه الالف المفروض ما تجاوزه، فمن الطي 600 طبعا هو راح تبين وين، هسه راح تبين عندنا بالاوميجا سي دي راح يصير رقم اكبر من الواحد، لذلك من الطي 600 اللي هو اكبر من ال 500 راح تطلع المشكله، لان الاوميجا سي دي انا طبعا المشكله ما ظاهره، هسه خل اظهرها ونشوف ايش قد القيم، ايش قد القيمه تطلع لي، تطلع لي 1.2. لذلك يعني خاف طالب يريد يعني يجرب هاي القيم، يعني ملاحظه انه هذا خلينا نقول، او خلينا نخلي تعليق، لا يتجاوز اف اس على 2. اوكي احاول هسه اخليها حتى تصير واضحه لكم، انه هذا التردد لازم ما بين 0 والسامبلنج فريكونسي على 2 يكون ما يتجاوزه، لذلك هنا نراجع مثلا 100. واضحه لكم الملاحظه الطلاب؟ طبعا هنا نقدر نغير انواع العدد الويندو، يعني مثلا 51. يعني هاي وحدة، هنا طبعا نقدر نغير نوع الويندو مثلا الهانينج، هذا الشكل مالته،
وهكذا. طبعا اكو امور احنا حكيناها بالنظري، وهسه راح نشوف. انا صراحة بالمحاضرة هنا ما اشرح عليها، بس هسه احاول اروح للنظري ونشوف شنو الشغلات اللي حكيناها، اللي هي من ضمنها خلينا نشوف هذا المين لوب. هذا ايش قلنا؟ قلنا هذا يساوي لنا 2 باي على ان مثلا، اللي هو يساوي لنا هاي الترانزيشن ويدث. بعد عندنا شنو الملاحظة؟ خلينا نرجع للملاحظات هاي اللي حكيناها. خلينا نشوف هاي الاشكال. طلع خلينا نشوف هاي الاشكال ونشوف الفريكونسي. هذا الجدول اللي شفناه سابقا. خل نطبق هنا، راح نوع نوع نجرب نرسم التايم دومين والفريكونسي ونشوف هذا الرقم تقريبا صح بين الأعلى قمة والسايد لوب سالب مثلا 13 أو قريب عليه. هنا نقول ريكتانجولار هنا. طبعا طلاب شنو اللي راح اسوي؟ هنا البي راح اعتبره هو الويندو. طلاب هنا انتبهوا لي، هنا هذا الطلاب، هذا الإعاز، هذا يدمج. شو يدمج؟ يدمج لي هذا الفلتر مع هذا الفلتر، بحيث ينطيني هذا. هذا من اللي يؤدي هاي الوظيفة؟ إعاز الـ FIIR فلتر، العفو FIR واحد. يدمج لي هذا الفلتر الايديال مع الويندو. إذا أنا أريد بس الويندو، ما أريد الدمج مالته ويا ذاك الفلتر، شو أقول له؟ أقول له البي يساوي معاملات الويندو. شنو اللي راح يصير طلاب؟ اللي راح يصير إنه يتنفذ لي إعاز بحيث يرسم لي الويندو فقط. لذلك هسه من راح أرسم وكأنه أرسم هذا الجزء. طلاب اللي راح أسويه من أنطي للرسم فقط الويندو، راح يرسم لي هذا الجزء. لذلك هنا عندي هذا البي يساوي معاملات الويندو. هذا الرسم طلاب، هذا يمثل لي الويندو اللي هو الفريكونسي ريسبونس مال الويندو. طبعا احنا اكو شغلة ما رسمناها بعد، خل نرسمها. لو هذا خل كنترول سي، هنا راح نرسم، نحاول نرسم التايم والماجنتيود، ما راح نرسم الفيز. ذاك هذا 2، هذا 1. هنا راح ارسم المقدار مالته اللي هو عندي الأوميجا اتش. هنا أقول له 60. هنا أقول له من الصفر إلى ان ناقص 1. هذا ان، العفو ان سمول. وهنا أنا نقول الويندو. نعم الويندو، بس خلينا نرسم ونشوف شنو اللي راح يصير. هذا هو الويندو مالتنا الريكتانجولار.
اللي هو يكون عبارة عن واحدات، وهذا هو طلاب الفريكونسي ريسبونس مالته اللي هو هذا. طبعا هنا الطالب يقول استاذ شو هذا هيك صاعده ونزله؟ طلاب هذا مرسوم من الصفر للتو باي. بالماتلاب دائما يرسم لي للباي، دائما نرسم للباي، لذلك تشوفون هيك نزله تصير، هذا الحد الباي ورا المفروض يكمل. هنا الملاحظه خلينا نشوف اللي هو يقول الفرق مع القمه مال الميل لوب والسايد لوب سالب 13. خلينا نشوف الفرق صحيح. طبعا هنا تنتبهون ما يبدي من الصفر طلاب، لذلك احنا ما يهمنا انه يبدي من الصفر او لا، المهم اعلى رقم جيد هنا عندي 28، الاكس صفر، الواي اللي يهمني جيد 28. خلينا نشوف السايد لوب الاول جيد قيمته 15، ف 28 ناقص 15 تقريبا ايش قد يساوي لنا طلاب؟ 13. واضح هاي لكم طلاب؟ هاي 15 هاي 28، اذا الفرق 13، ومثل ما موجود هنا تقريبا الفرق ما بين المين لوب والسايد لوب 13. هذا هو خلينا نقول رسم الريكتانجولار. هنا طبعا خلينا نشوف اذا نزيد، هسه هو تقريبا هنا على صفر، طبعا هو مو صفر دي، هو المفروض ينزل من الصفر الى اعلى قمه صفر وينزل، بس هو بعد هذا الرسم مالته بهالشكل. اذا زيدنا مثلا قلنا له 37، هنا شو تلاحظون طلاب؟ تقريبا الكيرف يبقى نفسه، هاي الملاحظه اللي موجوده اللي هو شو يقول the stop band of low pass filter insensitive to the size of window. يقول ما يعني ما يتحسس لحجم الويندو، لذلك هنا تشوفون الويندو جد غيرته سويته 37 وبقى الريسبون صح. هاي خلينا نقول الهارمونيك تزداد، لكن هو كستوب باند باقي كما هو. يعني هسه لو اسوي مثلا 67 يبقى الرسم كما هو، صح زادت هاي السايد لوب، لكن بقى خلينا نقول كستوب باند انتينويشن على هذا الرسم صفر. فواضح هاي الملاحظة لكم طلاب؟ واضحة دكتور. هو الفلتر كل ما يزداد كل ما الدقة ما تصير أعلى، ليش؟ لأن هنا عندنا طبعا نظريا صراحة ما صار عندي مجال أجربها، خلينا نقول عمليا لأنها لازم نجرب على الإشارات، الريسبونس يصير أحد. يعني هاي الفترة اللي هي الترانزيشن طلاب، الترانزيشن ويدث اللي هي خلينا نقول اذا ريكتانجولر 4 باي على ان، احنا الترانزيشن طلاب كل ما اقل كل ما افضل. شلون تقل؟ من الزيد عدد الان، فكل ما يزداد العدد كل ما افضل حتى الفلتر يصير قريب للايديال اللي هو هذا. طبعا هذا هسه تقدرون تجربون غير انواع من الويندو، يعني مثلا هذا، أو خلينا نجربهم بشكل سريع على الأقل بس تشوفون الرسوم مالتهم، وخليه على 27 حتى شوية الرسم أوضح. هذا 27، هذا الريكتانجولار اللي مثل ما شايفين احنا هنا، هذا ولو هو اسمه بارتلت، العفو بارتلت، أنا اشتبهت سميته ريكتانجولار. البارتلت هذا الرسم مالته، وهم الفرق ما بين المين لوب والسايد لوب 27. هنا أعلى قمة نشوفها جيد 22، هنا سالب 4 تقريبا، سالب 4 نقول، سالب 4 ومنها 22 26، اللي هي تقريبا فرق 27 دي بيناتهم، اللي هي مثل ما شفناها بالنظري. البقية هم راح أكملها لكم.
هذا هو الهانينج اللي هو يصير مثل الكوساين، مو مثل الكوساين وإنما معادلته يعتمد على الكوساين، فيصير رسمة بهذا الشكل. وهكذا تقدرون تجربون بقية الفلاتر. طبعا هاي الرسومات كلها جاي شلون احصلها يا طلاب؟ استبدل مكان البي او البي مكان قيم الفلتر، اخلي قيم الويندو واطبق هذني اللي احنا سويناه. هسه المثال الاول واضح لكم طلاب؟ واضح. هسه نتحول للمثال الثاني. اللي هو هاي باس فلتر. اطلع بس دقائق وارجع لكم. نكمل المثال الثاني. طبعا هي المثال الثاني تقريبا نفس الاول، لكن هاي باس فلتر تقريبا نفس المواصفات، لكن التردد ناخذه قيمته عالية اللي هو مثلا 400 300 وهكذا. فهنا السؤال يقول لي اكتب برنامج لتصميم FIR فلتر حتى يحقق. هنا شوف، هنا حدد لي هاي باس فلتر، لأن إذا ما محدد يعتبر لو باس فلتر، بينما إذا حدد لي فتقيد باللي هو محدد لي اللي هو هاي باس فلتر. مطين الويندو لينث 27، الكت اوف 400، والسامبلنج 1000، وقايل لي هامينج ويندو، ويريد من عندي أطبق على أوديو سيجنال. طبعا المفروض من أسوي على أوديو سيجنال المفروض الإشارة تختفي عندي، لأن الهاي باس فلتر يلغي الترددات القليلة. هذا هو الكود، يعني تقريبا نفس الكود السابق، نفس الخطوات، والرسبونس مالته تكون بهذا الشكل مثل ما متوقع، انه هذا هاي باس فلتر وهذا الفيز مالته. خلينا نروح للماتلاب، لان هو هذا يعني تنفيذ مباشر. هذا القيم مالته، هاي هو ال نقول الفلتر. خل نطبق الاوديو سيجنال ونشوف شنو اللي راح يصير عندنا. هنا انتبهتوا طلاب انه الاشارة اللي طلعت عبارة، خلينا نقول تقريبا فقط نويز. ليش؟ لان الهاي باس فلتر يقضي على الترددات القليلة. واضحة لكم طلاب؟ واضحة. اوكي، بقى المثال الاخير اللي هو باند باس فلتر. مطين الترددين 150 و350، ونفس الحالة هنا يقول لي استخدم مرة الهامينج ومرة الهانينج ويندو. هنا طبعا راسمين فقط الهانينج، طبعا هو نفس الخطوات، ولو أنا هنا أنا غلطان كاتب 250،
المفروض 150 اوكي مو مشكلة. المهم هاي الخطوات نفسها، وهذا هو الرسم مالته. طبعا هذا الرسم للهانينج ويندو، هذا الرسم مالته. ونقدر نعيد نفس الخطوات ونرسم بيها الهامينج ويندو. لهنا الشرح واضح لكم طلاب؟ اوكي. هسه عندنا اكسرسايز، ورد اشوف شلون راح تحلون. فالمطلوب راح ارجع للمثال الاول طلاب، هذا المثال نفسه اللي حليناه قبل شويه. المطلوب هسه هو كان يقول اوكي ابلاي او ذا فلتر اون اوديو سيجنال. المطلوب من عندكم هسه اريد تحلوه انه ترسم لي السبيكترام مال الاشاره قبل الفلتره وبعد الفلتره. واضح لكم طلاب؟ اي هسه اريد من عندكم تحلوا لهذا المثال انه الاشاره قبل الفلتر وبعد الفلتر. اللي يحل يدز لي الكود على كل ويندو الى ترانزيشن ويدث اللي هو 8 باي 12 باي على ان على ان عدد السامبلات. طبعا احنا بالمحاضرات النظري اخذنا هذا الرسم، طبعا هذا للريكتانجولار 2 باي على ان للهانينج بس خلي اتذكر لان الصراحه نسيتهم. الهانينج 8 باي، طبعا الاغلب 8 بس البلاك مان 12، فالبارتليت الهانينج الهامينج هذن 8 باي على ان. يعني طبعا 8 ايش يقصد بيه طلاب؟ وانا حكيتها لكم بالنظري، الريكتانجولار يصير 4 هذن، لان 2 ب 2 4. هسه احنا يهمنا هذا الرقم. اوكي هذا اللي هو بالريكتانجولار 2 باي هانينج الهامينج ايش قد يصيرون؟ المفروض نص هذا الرقم ايش قد نصه؟ 8 يصير 4 باي على ان. المفروض بالهانينج والهامينج يصير والبارتليت ايش قد المفروض يصير؟ 8 باي على ان. هذا اريد تشيكولي اياه على الويندو اللي احنا كنا قبل شوي ناخذ. يعني تاخذ لي مثال على مثلا هامينج ويندو، شلون قبل شوي المثال الاول من اخذنا الهانينج، اريد تشيكول هذا الرقم صحيح جاي يطلع عندنا لو ما يطلع صحيح. واضحة لكم؟ لو بعد ما واضح السؤال طلاب. هذا اريد ترسموا لي ويندو وتشيكوا لي هذا الرقم هسه بالريكتانجولار. اوكي خلينا نروح للريكتانجولار. الريكتانجولار يقول 2 باي على ان، تشيكوا لي هذا الرقم صحيح يعني جاي يصير بهالشكل لو مو صحيح. اخذوا لي الريكتانجولار والان 27 وارسم لي وشوف هذا الرقم يطلع صحيح لو ما يطلع صحيح. نفس المثال اللي قبل شوي اخذناه الاول يمكن. نفس اي مثال، المهم انا اريد اشوف هاي الملاحظه صحيحه. ليش؟ لان بالنظر ايش مكتوب؟ The transition width of designed low pass filter approximately equal to the main lobe of window size. يعني اقصد ال width، ال width مال main lobe. فهاي الملاحظه صحيحه لو مو صحيحه؟ انا بوقتها قلت لكم هاي بالمختبر نحاول نشيكها. فنشوف انه المين لوب الويدث مالته يساوي لنا نص هاي القيمه صحيح لو ما يساوي، لان هاي الترانزيشن ياخذهن يضربهن في 2. فاذا النص خلينا نقول تساوي لنا نص المين او نص الرقم هذا اللي يطلع لي. ف نروح للريكتانجولار ابسط شيء نشوف هسه هذا الرقم صحيح يطلع 2 باي على ان لو لا. فشيكوا لي اياها والله. واضح السؤال طلاب؟ نعم دكتور. اي هو من تنبذوا هسه شوي يصير اوضح لكم.
محاضرة ايش مكتوب؟ المين لوجو هاي 2 باي علين، طبعا 2 باي علين، اذا اريد الويدث يصير 4 باي. هسه احنا نريد شو نركز؟ انه بالريكتانجولار، طبعا بالريكتانجولار 2 باي، بالبارتلت والهانينج والهامينج 4 باي. انا هسه راح احلل لكم الريكتانجولار والبقيه تقدرون نفس الشيء. المفروض هذا الرسم اللي عندي انا طبعا شو اختاريت؟ ان 27 وريكتانجولار، طبعا نفس الاعازات. انا هسه يهمني الرسم اللي هو هذا هو الفريكونسي ريسبونس مالته، هذا هو المين لوب وهذا السايد. اللي يهمنا انه هذا الرقم يصير 2 باي على ان. فايش راح اسوي؟ اجي هذا هنا لهذا النقطه، مو اروح للواي، اروح للاكس. الاكس اللي هي تقريبا جيت 0.07، الاكس 0.07 مثل ما شفناها. فهنا هاي هذا الرقم 0.07 وين راح نشيكه؟ نشيكه ويا هذا 2 باي على n. 2 باي على n اللي هو جيت هذا الرقم. هذا الرقم انقسم على الباي قلنا لان هذا نورماليز جيت 0.07، يعني هسه هذا الرقم طلاب اللي هو 2 باي على n، ورا ما اقسم على الباي حتى يصير نورماليز يساوي مثل اللي عندنا، ايش قد يطلع عندنا؟ 0.07 اللي هو نفس ايش قد هذا الرقم عندنا اللي هو 0.07. طبعا هاي هسه طبقناها للريكتانجولار، نقدر نطبقها على بقية الانواع اللي هو البارتليت والهانينج والهامينج وغيره. واضح هذا لكم طلاب؟ دكتور انا طلعت نفس الحاله، سوي شير شوفها. سوي شير وانا دقائق وارجع لكم طلاب، سوي شير هسه شوي وارجع لكم.